نلخص بقى الجزء بتاع الفانكشنز بتاع الدايزيت والبلاد سيركتس. الدايزيت سيركت اول حاجه بتبريبير دايزيت سوليوشن فور سيف اكسبوجر تو ذا بيشنتس بلاد. بنمونيتور الدايزيت فور كوندكتيفيتي اند تمبرتشر. بنسيركليت الدايزيت ثرو ذا دايلايزر. بنريجوليت الالترا فلتريشن باي فوليومتريك كنترول اوف ذا دايزيت عن طريق طبعا اللي هو الدايزيت بامب الالترا فلتريشن بامب. وبالمونيتور ذا فلويد دايليزيت فور بلاد ليكس براير تو جوينج تو ذا درين. اوكي دي الفانكشن الاساسيه اللي احنا بنشوفها في الدايليزيت سيركت. في البلاد سيركت بقى احنا بنسيركليت البلاد اوتسايد ذا بودي ثرو ذا دايلايزر. بالانتي كواجليت الدم دوت يعني نحط له هيبرين عن طريق هيبرين بامب. بنمينتين البلاد ان ستيرايل ستيت يعني ما نعرضوش لاي حاجه ممكن يبقى فيها بيولوجيكال هازاردز. اوكي يبقى يفضل معقم زي ما هو ما يحصلوش اي تلوث. بنمونيتور اكستراكوربوريال بلاد سيركت فور ارتيريال فينس بريشرز عشان نتاكد ان ما بيحصلش بلاد لوس ونتاكد ان ما فيش اي اير او بلاد ليكس حصلت في الايه في الجزء بتاع البلاد سيركت دي.